واحدة من مدن آسيا الوسطى الأكثر غرابة، أستانا عاصمة كازاخستان، تحافظ على استمراريتها بالتطور والعمران من بعد 15 عاماً على ولادتها، حيث استطاعت أستانا جذب الناس من جميع أنحاء العالم. قصة الأستانا بدأت مع القرار المفاجئ للقيادة الكازاخستانية بنقل العاصمة من ألماتي، وهي مدينة قريبة جداً من الحدود الجنوبية، إلى مدينة صناعية غامضة في السهوب الشمالية النائية. قرار بمنتهى الصعوبة. أستانا ليست فقط مركزاً إدارياً، بل تحولت المدينة إلى مركز تجاري رئيسي في المنطقة. جمالية الأماكن الفائقة الحداثة في أستانا هي مصدر إلهام للكثيرين، على الرغم من صغر سنها، إلا أنها مدينة فتية بعمر الشباب، تعد من أكثر الدول المثيرة للدهشة والحافلة بالمفاجآت في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. لقناة رؤيا مي السيناوي.